يقول السائل: أنا ملتزم ولكن أعمل في أحد البنوك الغير الإسلامية، ولكن بعيدا عن كتابة الربا، وأعمل في تحصيل الكاملات والشيكات. لا يا أخي، لا تشتغل في البنك مهما كان عملك، لأن هذا تعاون معه على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذي يشتغل بالبنك متعاون معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الكاتب ولعن الشاهدين، لأنهم تعاونوا مع آكل الربا وموكل الربا. دل على أن التعاون مع المرابي حرام، وأن من تعاون معه فإنه ملعون، مثل ما لعن آكل الربا. فعليك أنك تلتمس عملا في غير البنك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم.